be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم يا خوتي فيها واحد الفلوغ ان شاء الله راح نوريكم معناتها الطور الاعمال كيما نقولوا هكذا، حوايج معناتها تاع ديماراج كيفاش راهم يريقلوا في الدار. شقول معناتها هذاك نوريكم واحد البلاصه راح يريقلوا فيها جنينه هكذاك، يريقلوا فيها ويستيكوا فيها يخدموا فيها. المهم خاوتي نوريكم دكا كيفاش راها دايره، والمره الجايه ان شاء الله راح نوريكم كيفاش ولات. ولكن لازم الصبر، لازم تتبعوا فيديوهاتي بلا ما تراطيوش. ربزوا على اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. المهم خاوتي اليوم راني متحمس لهذا الفلوغ. ليتس جو سي بارتي، خلينا نروحوا نشوفوا هذا الخدمه كيفاش راها دايره وكيفاش راها دايره. اي خوتي ذكرنا كملنا التصوير تاع اللي كنت نصوركم فيها هذا، وين تاع طور الاعمال كما نقولوا. رانا وريتكم كيفاش ذكرها دايره الحاله وكيفاش راح تولي ان شاء الله، راح بشوي بشوي تتبدل ونوريها لكم بشوي بشوي بشوي. المهم خوتي وراح نطلع لكم بعض لي فوتو في الباج في الفيسبوك جنه في الصحراء. راك اكتبوا جنه في الصحراء نطلع لكم الباج نتاعي هذيك. راح نصوركم قديش نصور هنايا في البحيره، راح نطلعها ثماك. نخليكم الرابط تاع الباج لتحت باش تزوروها وما تنسوش تعطونا فيها ثاني لايك وتدعموها. المهم خوتي راح ذاك نصور لكم معناتها هذون كاع الاخر لي زاسبيرج هذون الحوايج هذون، وان شاء الله يعجبكم. خوتي هذون لي زاسبيرج شرحناهم المره اللي فاتت، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع يشوف الفيديو تاع جنة في الصحراء 2، راح يلقى ان شاء الله هذون انا كاع حكينا عليهم ان استوار خوتي. وهذون كيما راكم تشوفوا هذه راكم تخزروا فيها، هذه راه اقلى 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 خضره، هي ماما مو خضره، هي اقلى خضره خوتي كما راكم تشوفوا. هي وينه هذه هي، راني درت لكم الفيديو المره اللي فاتت ما كاش واضح زين زين، وراني بشوي بشوي راني نطور في الكاليتي تاع الكاميرا خوتي. و كما راكم تشوفوا كاين كميه كبيره هنايا منها، وهذه هي راكم تشوفوا فيها خوتي لي زاسبيرج هذون تاع مثلا واحد مثلا عنده في الشحمه كيما نقولوا. مثلا خوتي نقولوا مثلا واحد عنده 100 كيلو راح يكون ياكلها من هذه تم ياكل فيها في شهر ولا دون، يولي وزنه سيكونت حاجه هكذاك معناتها حيه زينه. وهذه لي زاسبيرج خوتي، هذه لي زاسبيرج خوتي، وهذه لي زاسبيرج خوتي تتباع للكيلو تلحق من 400، هذه وقليل قليل وين يلقاوها 400 الف الكيلو. اقلى هذه اقلى حاجه في الخضره، هذه اقلى حاجه. المهم خوتي وهذه لي زاسبيرج خوتي بزاف 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 تخلط سي محمد. المهم خوتي شوفوا خوتي هنايا لي زاسبيرج هذه كنت نحكي عليها، هذا وين هذه هي، راني مونتاجي في الفيديو هذا وين فقت باللي راني ما ذكرتش باللي باش نقول لكم هذه راها مجرد زريعه. هذه راكم تغزروا فيها هذه الحبات هذو راكم تغزروا فيهم هذونا خاوتي، راها مجرد زريعه هذه 400 هذه وقليل قليل. المهم خاوتي
انا مجرد الرعاه واللي حاب يفهم زين زين لي زاسبيرج رانا شرحناها في جنه في صحراء 2. روح شوف الفيديو، ادخل لاشين تاعي، ادخل جنه صحراء 2 نيميرو 2 فلوق 2 اي وتتفرجوا. هذه اللي حبيت نوضحها برك، لي زاسبيرج اي زريعه لي زاسبيرج يا حمار. المهم خاوتي خلينا نكملوا الفيديو. المهم خاوتي وراها لسه في تطور ان شاء الله، وراح نوريكم كيفاش عليها الاستوار حكايتها وحدها هذه خاوتي، ونوريكم كيفاش تتقرص ان شاء الله باذن الله. راح نوريكم كيفاش تتقرص وكيفاش راح تكون هذه يا خاوتي. هنا تقضى لا فيديو نتاعنا، نتمنى تكون عجبتكم. راني ندير لكم معناتها في لي فلوغ، ما نحبش نطولهم ياسر ياسر باسكو معناتها اذا طولت مثلا حاجه ولا كذا انت كمشاهد على بالي بك تمل، ما تقدرش تروح تقدم ديرك دقيقه. نتمنى ما تكرهوش من هذا الوجه. المهم خاوتي تهلاو في رواحكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. خاوتي خلينا نخليكم مع بعض شويه، نخليكم مع واحد سينيماتيك شويه، نصور لكم الحشايش كذا، نصور لكم العادي الحوايج الطبيعيه اللي كاينه في بلادنا. ليتس جو.